كراس الخبر وانا نتلبح بالليل هاد نسي عيطوا لي يقول جرك الله ما تقش طاعت المدام ديالي قالت لي راه مات حيت انا الفيسبوك ما عنديش وراه تقريبا الله يرحمه راه اول واحد كان زارو في مرضى العمليه الله خرج من العمليه وانا واحد الخاق فايد في كلينيك وتبارك الله راه اخر عمل درت معاه كنت كمنتجه في عام 2000 بصراحه مطعون في الاقاليم الصحراويه كنت يساندني بزاف حتى ما كانش مدخول تيقول الله يسامح هو الحاج كبور الله يرحمه في هذا النهار راه هذا راه حنا باقي صغار راه هو في تبارك الله راه عرض قدام محمد الخميس قدام الحسن الثاني كاع جوج المسرحيات ديالو هو المرحوم القاس شكون كان ما تيعرفش فرقة الوفاء وفرقة الاطلس والله يرحمه في هذا النهار.